من عندما شنت في اليوم ذكرى 13 لتأسيس هذه الإذاعة التي تعتبر منبر إعلامي وضع بصمته وسط هذا الصخر الإعلامي الذي تعرفه الجزائر ومختلف دول العالم، نحاول إيصال المعلومة الهادفة للمواطن وتغطية كافة الأحداث عبر ربوع هذه الولاية من شرقها لغربها من شمالها إلى جنوبها، نحاول إيصال المعلومة، نحاول إفادة المواطنين وتحسيسهم بأهم الأحداث وأهم المعطيات الوطنية والمحلية ونرافق التنمية المحلية بالأفضل. بالإضافة إلى ذلك نحاول إيصال صوت المواطن للمسؤولين لعرض انشغالاتهم وطرحها أمام المعنيين بالأمر. إذن بهذه المناسبة أهنئ نفسي وزملائي بالعيد 13 لتأسيس الإذاعة، نتمنى أن نكون في الرياضة ونحقق المزيد من النجاح في المستقبل القريب إن شاء الله.